هو اللي بيمارس. بتعترف بتلقي تمويلات أجنبية. اللي الجهة اللي بتمول هدفها إيه؟ طيب هدفها إيه؟ عندنا هدفين، وهعترف وهوافق إن الناس بتقول لك أصل ليها أجندة خفية. من الواضح ان هو من المعارضين لهذه الدولة، وانا كمان الدولة دي مش عجباني، ايا كان بقى هي من الدولة دي. ماشي، وانا معايا الانتهاكات بتاعت الدولة، بروح له ممكن كلمة، انا معايا انتهاكات خاصة بالدولة الفلانية كذا كذا كذا، هو حب معالي بقى لان هو كمان ضد هذه الدولة، ياخد مني الكلمتين والورقتين وجاي داخل دايس على الزرار رفع ايده، احنا عايزين نعرف رايكم في اعتقال المواطن فلان الفلاني، وهو اساسا ما يعرفش الدوله دي، يعني عمره ما زارها. عايز وصلت رسالتك وخلاص عن طريقه، بس هو بيقول كل انت عنده، والمبعوث بتاع الدوله او الوفد الحكومي بتاع هذه الدوله ما بيقدرش يرد له، بيقول له هرجع لدولتي. فبالتالي هنا مافيا. لو ادينا مثال بسيط، يعني لو جبت مثلا سي السعوديه او الامارات او الدول الحليفه لمصر، ومصر بتناقش، هو كل اللي بيقوله نحن نثمن جهود الدولة المصرية فيما تقوم به من مكافحة الإرهاب، ونحن نعض مش عارف. تيجي دولة تانية تقول لك والسجون والاختفاء القسري هي هنا العلاقات الدبلوماسية واللوبي اللي بيتم بقى ما بين الدول ما بين المواطنين.